في إطار استجابتها السريعة لاحتياجات أهالي الساحل الغربي، افتتحت جمعية الهلال الأحمر الإماراتي مشروع إعادة تأهيل وتجهيز البئر الارتوازي وخزان مياه سعة 100,000 لتر وشبكة المياه بطول 36,000 متر وتزويد بقطاس ومنظومة طاقة شمسية متكاملة في منطقة القطابة بمديرية الخوخاء التابعة لمحافظة الحديدة. المشروع مهم جدا لأبناء القرية، يوفر لهم الجهد والوقت بدلا من إيجاد الماء بالأيادي أو الكهرباء. فالمشروع مهم جدا لأبناء القرية، قرية القطابة، كذلك التخلص من أمراض عدة مثل البلهارسيا والكوليرا، إذا يتوفر في كل منزل حمام إلى جانب البئر، مما يعمل تسرب عبر طبقة الأرض ويلوث المياه. مدير الشؤون الإنسانية باليمن محمد الجنيبي أكد بأن هذا المشروع الاستراتيجي يعتبر من أهم المشاريع التي تنفذ في مديرية الخوخة، حيث سيخدم أكثر من 1800 أسرة كانت تعاني من شحة المياه النقية. نبارك لأهالي مديرية الخوخة في قرية القطابة تابعة لمحافظة الحديدة لبداية تدشين مشروع استراتيجي، والذي سوف يسهم بإذن الله بشكل إيجابي من قل شحة المياه. أهمية المشروع يعتبر إعادة تأهيل مشروع مياه القطابة من أهم المشاريع التي نفذت في المديرية، حيث يخدم أكثر من 1800 أسرة ويوفر المياه الصالحة للشرب الذي يبلغ عددهم أكثر من 15,000 أسرة يستفيدون في المنطقة. مدير عام مديرية الخوخة رئيس المجلس المحلي أشاد بدور جمعية الهلال الأحمر في تنفيذ عدد كبير من المشاريع في مجالات الصحة، التعليم، المياه والكهرباء، والتي شملت جميع قرى ومناطق المديرية، موضحا أن مشروع مياه القطابة سيخدم أكثر من 15,000 نسمة من أبناء المنطقة، بالإضافة إلى 300 أسرة نازحة. هذه المناسبة مناسبة افتتاح أو تدشين مشروع مياه القطابة بمديرية الخوخة. هذا المشروع اللي سوف يخدم أكثر من 1800 أسرة لعدد 15,000 نسمة في هذه المديرية بالمياه الصالحة. طبعا المشروع هي عبارة عن إمدادات للمشروع إضافة إلى منظومة شمسية. المواطنون عبروا عن ابتهاجهم بهذا المشروع الذي سيضع حلا جذريا لمعاناتهم جراء انعدام المياه منذ أكثر من 3 سنوات، مشيدين بالدور العظيم الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل إعادة تطبيع الحياة من خلال تنفيذها جملة من المشروعات الحيوية على امتداد قرى ومناطق ومدن الساحل الغربي. نشكر الهلال الأحمر الإماراتي على التأهيل مشروع المياه في قرية القطابة، وهذا يوفر المياه النقية للقرية، وكنا نعاني من قبل بعدم توفير المياه النقية للقرية، ونقول لهم شكرا لكم يا الهلال الأحمر الإماراتي. وتواصل جمعية الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الحثيثة في المناطق المحررة من أجل إعادة تطبيع الحياة والإسهام في التخفيف من معاناة المواطنين التي أثرت عليهم الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي وبشكل مباشر وألقت على كاهلهم أعباء اقتصادية إضافية.